وانا عنده وقود يكفي. انتم بالينهم بلوه بالين استاذ، عنده وقود يكفي عليه. هسه جيب من ما عندهم وقود، لحد الان ما عندهم وقود، الناس ما عندهم وقود، ما قاعد يقدرون يسوون وقود، وانتم تشلبين بوزاره الكهرباء. روحوا عم شوفوا يا هل ما مبطيهم وقود ووقفوا لي. لا مو ما مبطيهم، مو ما مبطيهم، الناس غير جاي تشتغل، هم يريد لها وقت سنتين وثلاثه جايه، مو يطلعوا من جوا. انتظروا عم انتظروا. ادري شنو كنت نايمين وفزيتوا؟ والله كنا كنا لا والله كانت تشتغل الوزارات، كانت تشتغل مو صح. نايمين وفزيتوا. هسه اسال سؤال، انتم الحكي مالتكم مال جنابكم، وانا لا اقصد انت حضرتك، مثل شغلتكم الاصلاحات مثل يعني هسه نعترف، ما خلاني هسه غيرك يعني نعترف لو كذب. هسه لا انا اهنيك، اهنيك على الاعتراف، كان شغلنا مصح، اهنيك على الاعتراف، كان شغلنا مصح، بس خليني اكمل. انا اعتبرني مواطن، شلون هسه قلت مال عشاير عن مواطن. انتم شغلتكم الكهرباء بالفزعه بالفزه، خوش شلون يقول ها الاولاد يلحقونا، تجون تطلع عليكم مظاهرات، تروحون تسوون الكهرباء وتطوها. ايش اكو يا خدم احنا؟ إذن معناه انه انتم مقصرين. خدم هذا دليل على انه موجود الكهرباء وانتم تقصرون. اول ما راح نطلع عليكم مظاهرات يلا، هذا إدانة، هذا مو صحيح استاذ احمد، هذا مو انت ما متفضل على المواطن. انا اول ما هذا دليل، هذا دليل على انت مقصر، واكو كهرباء ما تطيه ولا تاخذ الدنيا الا غلابه، يعني الا بالمظاهرات يلا تطلع الكهرباء. مو انت شخصت مقصران، انا جاي اقول